أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، صليت مع إمام وبعد الصلاة تذكر هذا الإمام بأنه على غير طهارة، فما العمل بالنسبة للذين صلوا خلفه؟ صلاتهم صحيحة، الذين صلوا خلفه صلاتهم صحيحة ما دام أنه لم يتفطن، أنه على غير وضوء إلا بعد السلام، صلاتهم صحيحة، وأما هو فيتوضأ ويصلي من جديد. نعم.